أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعد عدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا
دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آمنا بالله وصدق الله العظيم. Ibrahim Bilcevic kann nicht nur wunderschön Koran lesen, sondern hat auch sehr, sehr schöne Lieder parat. Wir freuen uns auf deine Lieder, lieber Ibrahim, und sagen Musik ab! لن ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست يدي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست يدي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله
ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا لم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل صلى الله عليه وسلم. سناك دربي كم فاض الحزن ندى ومداد أختي كم أباح النجم سنا وكأن دموع عيني كالجذع لما رأى يبكي الفؤاد ويشدو للقاك رسول الله للقاك رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا رسول الله بسناك دربي نور فيه ونور بضياك أسمو مهما تمر وإليك القلب يشدو ما طار سرب طيور يبكي الفؤاد ويحنو للقاك رسول الله للقاك رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا رسول الله. Assalamualaikum to everyone. I would like
like to. Hawala, and thank you, Ibrahim, for these beautiful sounds. Can you tell us what you have prepared for iftar today? Assalamu alaikum to everyone. Also a big salam for the organization team and for the two of you lovely hosts. You're doing a great job. I was following every single one of the minutes from the beginning of this program. Tonight, I actually don't know what my mom has prepared for iftar, but I would like to share some things from this horrible disease situation that happened to us. We were, me and most of my friends, we were in Sarajevo studying, and when this situation and the pandemic happened, we were forced to come back to our homes, and I would like to just try to share one thought with you. Actually, there is a good thing. There are good things in all this situation. For me, I haven't been like 7 years. I haven't been with my family during the Ramadan, and this year I am with my family, and I'm enjoying every day, every iftar, every sahur, and that's something special. So I hope my mom, yeah, I hope my mom has prepared something. I have no doubt. Thank you, Ibrahim. So before you leave, we would like to take a picture with you. So please smile into the camera in 3, 2, 1. Thank you very much. We're going to see you later. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله